بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics، الدرس الثاني أو الثالث من هذا المقرر First and Second Law of Thermodynamics، المحاضرة الرابعة. كنا قد عرضنا في الحصص الثلاثة الأولى تطبيق القانون الأول للديناميكا الحرارية بالنسبة للكلوزد سيستم في المحاضرة الأولى، ثم شفنا في المحاضرة الثانية والثالثة تطبيق القانون الأول للديناميكا الحرارية for opened system، وشفنا هنا two special cases. الحالة الأولى اللي هي steady state steady flow SSSF and uniform state uniform flow USUF. تطبيق القانون الأول للديناميكا الحرارية بالنسبة للحالتين هذن أعطانا فكرة تقريبا كيف راح نطبق القانون هذا للأوبند سيستم. في هذه المحاضرة ندخل إلى جزء جديد وهو Thermal Energy Reservoir أو المخزن الحراري للطاقة. The Thermal Energy Reservoir is a body whose temperature does not change as a result of absorbing or supplying heat. Examples: oceans, rivers, atmosphere. يعني Thermal Energy Reservoir أو المخزن الطاقة الحرارية هو الجسم الذي لا تتغير درجة حرارته لما يمتص أو يعطي الحرارة، مثل هذا المحيطات، الأنهار، والمحيط الخارجي. هنا there are two types in reservoir، يعني في نوعين من مخزني الحرارة هذا. النوع الأول وهو source أو المصدر الحراري، وهو reservoir that supplies energy in the form of heat، يعني هو الذي يعطي الطاقة الحرارية للأجسام. sink أو البئر الحراري هو reservoir that absorbs energy in the form of heat، يعني هو إيش؟ هو الجسم الذي يمتص الحرارة من الأجسام. تعريف performance أو الجزء هذا اللي راح نستعمله إن شاء الله لتعريف مردودية الآلات الحرارية، فهنا the performance of a device is defined at what? At the ratio of the desired output to the required input. Desired output, that means what? That means هي الطاقة المرغوبة من هذا السيستم. Required input هي الطاقة المتطلبة لتشغيل السيستم، يعني الطاقة المطلوب توفيرها لتشغيل السيستم. فإذا المردودية هي الطاقة المرغوبة عن الطاقة اللازمة لتشغيل النظام. نشوف تطبيق القاعدة هذه بعد ما نعرف الهيت انجن. الهيت انجن هي ايش؟ is a special device which converts heat into work. هي آلة حرارية خاصة تنقل الحرارة أو تحول الحرارة إلى إيش؟ إلى شغل. It receives heat from a high temperature source and converts part of this heat to work. يعني هي تأخذ الحرارة من مصدر حراري ذو درجة حرارة مرتفعة وتحول جزء منها parts of this heat إلى إيش؟ إلى شغل. It operates in a cycle and rejects the remaining waste heat to allow temperature sink. يعني هنا إيش؟ يعني هي تشتغل على هيئة دورة، ورح نشوف الأمر هذا إن شاء الله. And rejects تلقي ما تبقى من الحرارة إلى إيش؟ إلى sink أو البئر الحراري ذو حرارة منخفضة. لو شفنا الرسمة اللي موجودة هنا، عندي heat source عندها hot temperature تعطيني hot heat. الهوت هيت هذه تنقسم إلى جزئين، جزء منه هو الورك وجزء منه هو الكولد هيت. هنا قبل ما أمر، هل يذكركم الأمر هذا بشيء؟ يعني هنا هل السيستم اللي يمكن موجود واحنا نستعمله فيه تقريبا يوميا موجود أو تتذكروه إنه تدخل له حرارة ويخرج منه تنقل أو ورك، وأيضا يخرج منه شيء حرارة لكنها أقل برودة من الحرارة المرتفعة.
بالطبع هنا شباب نحكي على محرك السيارة اللي لما يشتغل يلزمه ايش؟ يلزمه بنزين. فالبنزين هذا لما يقع احتراق البنزين ايش يقع؟ يقع شيئين، تنقل السيارة وايضا خروج هيت من عادم السيارة. طبيعي جدا بما أن الحرارة هنا اللي تدخل هي QH، فمجموع الطاقة التي تدخل زي ما قلنا في القانون الأول للديناميكا الحرارية يساوي مجموع الطاقة التي تخرج. يعني إيش؟ يعني QH تساوي QL plus W. That means W is equal QH minus QL. راح نشوف المعادلة هذه لما نعرف the performance أو ما يعبر عنه بالنسبة للهيت انجن هو thermal efficiency. It's defined as the fraction of the heat input that is converted to work. فthermal efficiency أو performance of heat engine is equal زي ما عرفناها من الأول desired output to required output or over required input. فdesired output لما نشتري سيارة نبغى منها أي سبب؟ طبيعي جدا نبغى منها التنقل. فهنا نبغى منها الورك. عشان تشتغل السيارة يلزمني نروح لمحطة البنزين ونعبي التانك بالبنزين اللي بعدين راح يحترق إن شاء الله ويديني إيش؟ يديني الطاقة الحرارية اللازمة لتحريك السيارة. فإذا الورك ما يرمز إليه بحرف W، و QH ما يرمز إليه هو الهيت من جينا من هيت سورس. الورك زي ما شفناه يساوي ايش؟ يساوي QH minus QL حسب first law of thermodynamics تقسيم QH. فهنا ايضا نقدر نقول انه هذا يساوي 1 ناقص QL على QH. هنا بما اني عندي QH تساوي work plus QL، فهنا ضمنيا بما انه الورك minimum راح يكون موجب، فاذا QH هنا راح نقول إنها دائماً أكبر من QL. فإذاً تقسيم QL على QH راح تكون أصغر من 1. فإذاً 1 ناقص QL على QH دائماً إيش شباب هنا؟ نلاحظ إيش؟ إنه 1 ناقص QL على QH دائماً محصور بين أي شباب بما أن القيمة هذه دائما أقل من 1. طبيعي جدا هنا دائما القيمة هذه أقل من 1. فهنا الـ performance or thermal efficiency of heat engine دائما وأبدا هي إيش؟ هي أقل من 1. فهنا نكون خلصت المحاضرة هذه وتعريفها بالنسبة للـ heat engine. إن شاء الله في الحصص القادمة سوف نشوف البرفورمانس حق الريفريجريتر وآلة أخرى راح نشوفها في الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.